السلام عليكم. الوفد الحكومي في مشاورات الكويت يطالب بحل الميليشيا ويجدد تمسكه بسريان العقوبات الدولية لحق القيادات المشمولة بالعقوبات في قرارات مجلس الأمن. هذا هو الجديد في أفق مشاورات الكويت الذي يبدو أنه مسدود الأفق في ظل التملص المتكرر لوفد تحالف الإنقلاب هناك. هذا التحول اللافت في أطروحات وفد الشرعية المفاوض الذي يتركز حول نزع سلاح الميليشيا وتحويلها نحو العمل السياسي كأساس لاستعادة الدولة وتنفيذ مضامين القرار الأممي الذي ركز في جوهره على تسليم الأسلحة وانسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات، فيما يبدو أن وفد الشرعية في الكويت أراد نقل الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة وتحالف الإنقلاب لإثبات الجدية في إنجاح محادثات السلام التي تتفاعل فيها متغيرات كثيرة إقليمية ودولية، من بينها مساعي يقال أنها تعمل على إخراج صالح من المشهد السياسي بعد لقائه بالسفير الروسي مؤخرا، والذي رجح كثير من المراقبين أن اللقاء هذا كان بغرض هذه المسألة. فما مدى واقعية مطالب وفد الشرعية وما دلالتها؟ وكيف يمكن حل الميليشيا المسلحة وتحولها نحو العمل السياسي؟ وماذا عن تلك الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا في ظل المطالب الشعبية بعدالة انتقالية؟ وهل هناك مساعي بالفعل لإخراج صالح من المشهد خصوصا بعد لقائه بالسفير الروسي؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. مشاورات الكويت تستأنف جلساتها من جديد بعد أن علق الوفد الحكومي مشاركاته احتجاجا على عدم التزام الإنقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها. رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي قال إن عودتهم تأتي تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية الذي عقد قمة مصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة وأمير قطر في الدوحة، تلقى فيها ضمانات دولية مكتوبة بالالتزام بمرجعيات المشاورات. مصادر إعلامية صرحت لقناة بلقيس أن ولد الشيخ ناقش مع الوفد الحكومي على حدة موضوع حل الميليشيا المسلحة وآلية تحولها إلى حزب سياسي بعيدا عن السلاح، كما طرح الوفد الحكومي مسألة العقوبات الدولية لقادة الانقلاب الذين ذكرتهم قرارات مجلس الأمن وأهمية استبعاد هذه الأسماء من المشهد السياسي قبل أي اتفاق سياسي. مصدر حكومي أعرب لصحيفة الشرق الأوسط عن عدم تفاؤله من عودة المشاورات، وقال إن وفد الانقلاب يصر على التمسك بالسلاح ويبحث عن عملية تقاسم للسلطة بعيدا عن أي مرجعيات. وقال المصدر إن وفد الانقلاب جاء إلى المشاورات لهدفين هما الالتفاف على قرار مجلس الأمن 2216 وشرعنة الانقلاب من خلال المطالبة بحكومة توافقية وإلغاء شرعية الرئيس هادي. هناك تحسن كبير فيما يتعلق بوقف العمليات القتالية. لا يتوقف المبعوث الأممي عن إبداء تفاؤله بإحراز تقدم في المشاورات، رغم أن أجواء استئناف المشاورات بحسب المصادر لا تختلف عن أجواء بدايتها قبل 5 أسابيع، ونقاط الخلاف بين الطرفين لا زالت كما هي. فما الذي تغير حتى نتوقع نتائج مختلفة؟ عدم إعلان الطرف الإنقلابي موافقته على القرارات الأممية وعلى المرجعيات هو أكثر ما يعقد مسار تقدم المشاورات بحسب مراقبين، ما يجعل مستقبلها أقرب للانسداد، خاصة في ظل عدم زحزحة ملفات اللجان وأبرزها لجنة المعتقلين التي كانت قد أعلنت أنها ستفرج عن 50% من المختطفين، بينما لم يتم الإفراج حتى عن الصحفيين الذين مر على إضرابهم عن الطعام أكثر من 12 يوما، وصرح أهاليهم أنهم في حالة صحية خطرة تتطلب نقلهم إلى المشفى. يتساءل اليمنيون ماذا بعد مرور 5 أسابيع للمشاورات دون أي نتيجة، وكم سنحتاج حتى تتحسن أوضاع الناس وتعود دولتهم المخطوفة؟ لكن الآمال دائما ما تكون بعيدة عن الواقع، والواقع وحده من يصنع الحقائق على الأرض ولو كانت مرة. لمناقشة هذه الحلقة في هذا اليوم مشاهدينا الكرام سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ الصحفي مختار الرحبي، وهو صحفي مرافق لوفد المشاورات الحكومية في الكويت. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى مشاهدي الكرام جميعا.
أستاذ مختار، ربما مجددا أو يعني تحدث الوفد الحكومي بأنه طرح مسألة حل الميليشيا ونزع أسلحتها أيضا كمدخل أساسي لاستعادة الدولة ولتحقيق السلام، كيف تفسر مثل هذا الطرح خاصة يعني وأن هناك يعني قفزة ربما لنقول أو تحول نوعي لهذا الطلب؟ هناك كان مجموعة من اللجان ولكن جاء هذا الطلب أخيرا. نعم، أولا علينا أن نعرف أن مسار المشاورات التي امتدت طوال تقريبا 5 أسابيع حتى الآن ابتدأت أولا بجلسات عامة، تم طرح القضايا، وبعد ذلك طلب المبعوث الدولي أن يتم تشكيل لجان للثلاث القضايا، لجنة أمنية، لجنة سياسية، وكذلك لجنة للمختطفين والمعتقلين. انقلب الحوثيين على هذه اللجان ورفضوا التعاطي معها، بعد ذلك انقطعت المشاورات فترة وعادت، والآن ما استجد الجديد هو أن المبعوث الدولي أصبح لديه استراتيجية جديدة لكي لا تفشل المشاورات ولكي لا تتعطل. ما هي هذه الاستراتيجية؟ هناك الاستراتيجية هو أن يلتقي بكل وفد على حداه مع الأربعة، كان هناك أربعة في أربعة زائد أربعة، أربعة من الميليشيات وكذلك أربعة من الحكومة، حتى هذا لم تلتئم هذه اللجنة، بالتالي هو يجتمع مع الوفد الحكومي في اليوم الأول ويلتقي بالوفد الحكومي في الوفد الميليشيات في اليوم الآخر ويحاول تقريب وجهات النظر. ما حدث اليوم هو أنه تم مناقشة إيجابية لكثير من القضايا، أهم هذه القضايا قضايا سياسية، وتم مناقشة إبعاد علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وكل من شملهم القرار الدولي 22/16 كمدخل للحل السياسي في البلد. يعني اليمن تغرق أو غرقت في الدماء وغرقت في الإشكاليات السياسية والأمنية والاقتصادية بسبب شخصين فقط، والجميع يعرف وجميع أبناء الشعب اليمني يعرف أن الإشكال. نعم، مثل هذا الطرح أستاذ مختار يعني دار بين وفد الحكومة كما تفضلت وولد الشيخ، يعني ربما كثير من النقاط يتم الاتفاق عليها بين الحكومة وولد الشيخ ولكنها لا تلقى القبول ولا يتم تطبيقها ما إن تنقل إلى الطرف الآخر، ما الجديد في هذه المرة؟ الجديد هو أنه تم نقل المعركة، الآن المعركة الآن بين الأمم المتحدة وبين الميليشيا الإنقلابية، بعد أن سلمت الأمم المتحدة ورقة مكتوبة على الضمانات وعلى المرجعيات وعلى 6 نقاط وأنه لا يمكن للحل أن يكون إلا وفق المرجعية التي أعلنت بها الأمم المتحدة. يعني حتى الحكومة عندما انسحبت هي طالبت أولا بتصحيح مسار المشاورات، لم تطالب بأشياء تعجيزية ولم تطلب أشياء يعني من أجل إفشال المشاورات. بالتالي الآن الكرة في ملعب الأمم المتحدة، والأمم المتحدة الآن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وتتحمل مسؤولية إذا ما فشلت المشاورات. الآن كل المشاورات وكل القضايا مناقشتها مع الجانب مع الأمم المتحدة وفق المرجعيات وفق النقاط وفق القرار الدولي وفق مخرجات الحوار الوطني وكذلك المبادرة الخليجية المتفق عليها إضافة إلى القرار الدولي 22/16. بالتالي نقل الكرة الآن إلى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تنقل هذه النقاط التي يتم التوافق حولها أو التي يتم مناقشتها للطرف الآخر، وهم الذين والمبعوث الدولي يتولى مسؤولية إقناع الطرف الآخر، مع أننا نعرف أنهم لا يمكن لهم أن يقتنعوا. كانت المشاورات طوال 5 أسابيع، ما أن تصل المشاورات إلى نقطة محددة للالتقاء ويتم الوصول بها إلى نقطة تتقدم نقطة للأمام، ما ندري حتى في الجلسة الأخرى يطلع حمزة الحوثي أو محمد عبد السلام أو غيره ويعيدنا إلى النقطة السابقة ويقول نحن لا نعترف بالمرجعيات، لا نعترف بالقرار الدولي. طيب لماذا جئتم؟ يعني لماذا جئتم إلى الكويت وأعلنتم أنكم مستعدين لتنفيذ القرار ومستعدين لإحلال السلام في اليمن؟ كلها محاولة لشيئين فقط، ونحن كررنا هذا الكلام أنه هناك هدفين فقط جاءت الميليشيات تبحث عنها، تبحث عن حكومة شراكة وحدة وطنية سميها ما شئت، وأيضاً يبحثون عن تحييد الطيران وتحييد التحالف العربي، وهذا الهدفين فقط. يعني كل نقطة يتم مناقشتها يعودون إليها. طيب تشكيل الحكومة، نعم، كيف تلقى ولد الشيخ يعني مثل هذا الطرح من قبل وفد الحكومة خاصة فيما يتعلق باستبعاد عبد الملك الحوثي وعلي صالح؟ طبعا اللقاء بشكل عام كما وصلنا انه كان ايجابي مع المبعوث الدولي وكان متفهم لهذا الوضع. طبعا موضوع ابعاد علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وكل من شملهم القرار، طبعا هذا تنفيذا للقرارات الدوليه وليس قرارات الحكومه. القرارات الدوليه قررت بان يتم فرض عقوبات على عبد الملك الحوثي وعلى علي عبد الله صالح واحمد علي وابو علي الحاكم وبعض القيادات الاخرى الحوثيه، بالتالي
ما طلبته الحكومة اليوم هو يأتي في إطار القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في إطار البند السابع، وهذا طبعا متفق عليه وضمن المرجعية. طبعا كانت اللقاء الجلسة اليوم كانت إيجابية، أيضا تم مناقشة الجانب الآخر وهو جانب مهم جدا، الجانب الأمني والعسكري، وتم مناقشة آلية تشكيل اللجنة العسكرية التي ستقوم بسحب الأسلحة وكذلك تنظيم عملية الانسحاب من المناطق والمحافظات والوزارات والمكاتب. تم أيضا مناقشتها وكيف سيتم تشكيل اللجنة ومن هم الأسماء الذين سيشاركون في هذه اللجنة، تم مناقشتها بتفصيل، واعتمدت أيضا على الرؤية التي تقدمت بها الحكومة في وقت سابق، وهذه طبعا الرؤية تم تقديمها بوقت سابق، وأيضا الميليشيا قدمت رؤية والأمم المتحدة بعد ذلك قدمت رؤية كانت تعتقد من وجهة نظرها أنها رؤية توافقية ورؤية مشتركة، لكن تفاجأنا حتى الأمم المتحدة كانت متفاجئة أن الطرف الإنقلابيين رفض هذه الرؤية جملة وتفصيلا، حتى أنه رفض أن يتم مناقشتها، حتى أن أحد القيادات، بس أذكر هذا الموقف، حتى أن مهدي المشرط قال للمبعوث الدولي قال هذا شغل نسخ ولصق، حتى أنا متفاجئ أنه يفهم في النسخ واللصق ويفهم في الأشياء الإلكترونية والأشياء التقنية. لكن هم تصوروا أن هذه الرؤية رؤية الحكومة، مع أن رؤية الحكومة كانت مختلفة. صحيح هناك نقاط يعني مشتركة، نعم، ربما لأن الرؤيتين انطلقتا من يعني قرار 2216 والمرجعيات وبقية المرجعيات. لكن أستاذ مختار، يعني الأمم المتحدة أعطت أكثر من مرة وعود ووضعت أكثر من بنود وأكثر من مرجعية، حتى الآن لدينا الاتفاقات التي تجريها مع الحكومة مبشرة بالخير، وهناك قبول واضح وهناك رؤى تطرح، وكما تفضلت يعني بخصوص الجانب الأمني والعسكري حتى على مستوى تحديد الأسماء. ولكن يعني لو أتينا لحقيقة الأمر ستصطدم كل هذه اللقاءات برفض وتعنت الحوثي، ما العمل يعني إذن؟ هذا عمل الأمم المتحدة، على الأمم المتحدة أن تتخذ موقف، أقل شيء موقف إعلامي يتم إعلام الجميع أنه نحن وصلنا مع الحكومة إلى اتفاقيات، ولكن الطرف الآخر رفض. يعني نحن أصبحنا لم نعد نطالب من الأمم المتحدة أي شيء، إلا أننا نطالبهم بموقف، نريد موقف فقط، اعلنوا من هو المعرقل، حتى وإن كانت الحكومة الشرعية اعلنوا أنها معرقلة وأنها لا تريد السلام ولا تريد الاستقرار، لكن أن نظل يعني في نفس هذا بنفس هذا العمل ونفس هذا الروتين ومشاورات وأيام وأسابيع وشهور، وأبناء شعبنا ينتظر الخروج بحل، ينتظر بإنهاء المعاناة، شهر رمضان على الأبواب، المعتقلين ما زالوا داخل المعتقلات، التعذيب ما يزال مستمر، الأسعار مرتفعة، الاقتصاد الوطني منهار، كل هذه إشكاليات، والمواطن اليمني البسيط لا يبحث بتفاصيل الأمر، لا يبحث بتفاصيل ما يحدث هنا في الكويت، يريد أكل وشرب ويريد أمن واستقرار في اليمن، هذا ما يريد المواطن البسيط، لا يبحث عن الأشخاص ويبحث عن تفاصيل ما يحدث هنا في الكويت. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ مختار أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد العمراني نائب رئيس لجنة التواصل بالفريق الاستشاري للوفد الحكومي عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ محمد. يعني بعد جلسة اليوم التي تمت مع وفد الحكومة وولد الشيخ، هل تتوقع أن هناك سيكون نقلة حقيقية على يعني مسار المشاورات؟ في الحقيقة بعد الضمانات التي تلقاها الوفد الحكومي في مسألة أن تمر المشاورات عبر النقاط الست التي كان قد طالب بها الوفد الحكومي، كانت اللقاءات إيجابية جدا، وطبعا لأن اللقاءات تتم مع ولد الشيخ، طرح اليوم مواضيع تفصيلية في قضايا اللجان الأمنية، مهام هذه اللجان وطريقة تشكيلها و المعايير التي يجب أن تكون في الأشخاص الذين سيختارون إلى هذه اللجان والذين سيصدر بهم خمس رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا، أيضا الدخول في تفاصيل الانسحاب من المناطق وتحديد هذه المناطق، المنطقة ألف والمنطقة باء والمنطقة جيم التي كانت قد وردت في الإطار العام الذي قدمه إسماعيل ولد الشيخ الأسبوع قبل الماضي والذي كانت قد رفضته الميليشيات. التحدي الحقيقي الآن أعتقد أنه سيكون أمام ولد الشيخ في إقناعه، أمام المجتمع الدولي أيضا في إقناع الطرف الآخر بأن يستمر في هذه المشاورات بطريقة صحيحة، لأنه نقاشات الوفد الحكومي مع ولد الشيخ لا تتسم دائما بالجدية، لأنهم يعتمدوا على نفس المرجعيات، في النهاية المرجعيات التي طالبوا بها هي أساسا مقرة
ضمن الاجنده ضمن الاتفاق العام اقصد مع الامم المتحده. ليس هناك خلاف حقيقي مع الامم المتحده، الخلاف هو يكون دائما مع الطرف الاخر الذي يبدي التعنت والكذا، وهو ما سيتضح خلال اليومين القادمين في هذا. نعم، ماذا عن استبعاد يعني من شملهم القرار علي عبد الله صالح وايضا عبد الملك الحوثي؟ هل تم مناقشه هذا الامر بجديه؟ في الحقيقه هو طرح في الصباح الباكر كواحدة من، طبعا لدينا نحن ثلاث مواضيع اساسيه تم النقاش فيها، قضايا سياسيه وقضايا امنيه وعسكريه وقضايا المعتقلين والاسرى. حينما طرح الموضوع من قبل اسماعيل ولد الشيخ تم طرح هذا الموضوع، كان في بدايه الاجتماع، ثم كان النقاش كله دار حول المسائل الامنيه وتشكيل اللجنه الامنيه والكذا، لكن هذا طرح باعتبار واحده من المسلمات الطبيعيه التي لا يمكن ان تمر عمليه السلام في اليمن الا عبرها، عبر تنفيذ القرار الاممي. هي بالنهايه قضيه منطقيه وعقليه تاتي في اطارها الصحيح، لانه لا يمكن ان يتم عمليه سلام او يتم بناء عمليه سلام داخل اليمن الا بتنفيذ القرار الاممي وباستبعاد هؤلاء الذين اجرموا في حق الشعب اليمني والذين لديهم قضايا كانت تسبب قلق للمجتمع الدولي بحسب نص قرار مجلس الامن الدولي. هذه القضايا تطرح في هذا الاطار وهي حاله طبيعيه، لكنها تؤجل باعتبار انه رؤيه الوفد الحكومي للقضايا داخل تتم عبر اولا النافذه الامنيه، تسليم الاسلحه والانسحابات وهكذا، ثم بعد ذلك ندلف الى القضايا السياسيه، وهذه قضيه اساسا متعلقه بالجانب السياسي، واعتقد انه سيتم تاخيرها الى حين نقاش الموضوع السياسي بشكل. نعم استاذ محمد، يعني هي الاشكاليه ربما ليست مع وفد الحكومه الذي انطلقت رؤيته من القرار 2216 الذي يتفق تماما مع تطرحه الامم المتحده، الذي يعود ايضا ويتجاوب مع هذه المشاورات. النقطه يعني التي ستقف امامهم والتي ربما عرقلت المشاورات حتى هذه اللحظه يعني خمسه اسابيع الى الان هو موقف الحوثيين. هل هذه المره سيتخذ ولد الشيخ، هل هناك وعود باتخاذ اجراءات حقيقيه يعني لعرقلة طرف الميليشيا لهذه المشاورات ولي يعني تكرار الموافقة ثم النكوص بهذه المواثيق التي يتم الاتفاق عليها؟ هو من الواضح أن الوفد الانقلابي جاء إلى الكويت ليس من أجل حل الإشكالية اليمنية، بل من أجل حل الإشكالية الخاصة المتعلقة بعدم قبولهم من قبل اليمنيين. اليمنيون يرفضون هذه الميليشيات في كل الجبهات وفي كل المناطق في اليمن، ولذلك هم يحاولون البحث عن شرعية أو شرعنة لانقلابهم الذي تعامل معه العالم. ليس هناك أي دولة في العالم كله اعترفت بالانقلاب الحوثي ولا بانقلاب علي عبد الله صالح، ولهذا يعني هذه الهزيمة النفسية الموجودة داخل أعماقهم هم يحاولون الاستعاض عنها أو حل هذه المشكلة عبر المشاورات، وهذا ما لم يكون اعتقادي. انا قلت لك بانه الوضع سيكون صعبا امام الامم المتحده وامام المجتمع الدولي في اقناع هذه الميليشيات، واعتقد انه نحن سننتظر خلال اليومين الثلاث الايام القادمه سننتظر ما ستسفر عنه جهود المبعوث في اقناع هذه الميليشيات. أستاذ محمد، ماذا عن لجنة المعتقلين والأسرى الذي يعني أو هذه النقطة ذكرت أنكم تحدثتم عنها في اجتماع اليوم، بماذا خرجتم؟ أنا كنت قبل أيام قد تحدثت تقريبا معك أو ربما مع مذيع آخر بأنه هناك ثلاث قضايا يعني تحديات ستعيق هذه العمل أو ستعيق ذلك الاتفاق الذي عنه أعلن عنه ذلك اليوم. اليوم وصلنا إلى نفس هذه النقاط التي كنا قد تخوفنا منها قبل، وهي مسألة مساواة المعتقلين بالأسرى. هم حتى الآن لا يعترفون بأن لديهم معتقل. كل الذين يعتقلونهم من الشوارع سواء كانوا صحفيين او سياسيين او ناشطين او حقوق راي والذين وردت اسمائهم والتي بقرار مجلس الامن واولئك الذين تتحدث عنهم المنظمات الحقوقيه التي والمنظمات العالميه مثل منظمه العفو الدوليه التي اصدرت قرارها قبل ثلاثه ايام، كل هذه الاشياء هم يعتبروها اسرى. بالنهايه هم لا يتعاملون الا في موضوع الاسرى، وهذا واحد من التحديات الاساسيه الحقيقيه التي ستواجه هذا الاتفاق، لأنه ينبغي أن يتعامل الناس مع موضوع أسير حرب كان قبض عليه وهو حامل السلاح يحارب في جبهة عسكرية، وبين شخص كتب منشور على الفيسبوك أو تحدث إلى وسيلة إعلامية أو اعترض بطريقة أو بأخرى سلمية، ليس هناك أي جانب حرب. هذه هي القضية. الآن يتم عملية خلق واضحة بين هذين المفهومين، وهما يعقد من عمل هذه اللجنة ويهدد
كل الاتفاقات التي يمكن أن تمضي في هذا الإطار. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العمراني نائب رئيس لجنة التواصل بالفريق الاستشاري للوفد الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ مختار. أستاذ مختار، ربما يعني يطرح سؤال حول ما مدى واقعية مطالب وفد الشرعية في هذا التوقيت بالذات؟ بالنسبة لمطالب إبعاد، تقصدين إبعاد علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي؟ بشكل عام التي طرحت اليوم استبعاد هؤلاء يعني الطرفين، أيضا موضوع تشكيل اللجان، يعني هناك خطوات يعني يلاحظ مراقبون أنها استباقية ربما مع تعنت الميليشيا التي لم تتحرك ولو خطوة واحدة بموافقة أو بمبادرة أو بأي شيء يوحي بأن هناك شيئا ما يتحرك. نعم، بالنسبة للجانب الحكومي، الجانب الحكومي كان الأكثر ديناميكية وعملا وتقديم رؤى وتقديم تصورات وتقديم بالنسبة لكافة اللجان، كانت هناك خطوات كبيرة قامت بها. بالنسبة لما قامت به اليوم الحكومة، هو أعتقد ما تم تقديمه اليوم من موضوع اللجان أو اللجان العسكرية، هذا طبعا قد تم مناقشته، لكن اليوم تم مناقشته باستفاضة وتم وضع آلية ومعايير للأشخاص الذين سيصدر بهم رئيس الجمهورية قرارا ليكونوا هم اللجنة التي تتولى موضوع جمع الأسلحة وكذلك الانسحابات من المناطق، من المحافظات، من المكاتب، من الوزارات. هذه طبعا هذا اليوم تم مناقشته بشكل عام وبشكل يعني كبير اليوم. بالنسبة لموضوع علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي بموجب القرار الدولي، يعني هذا ليس جديد، وموضوع إخراجهم من السلطة لأنهم أصبحوا يهددوا السلم اليمني وكذلك السلم الإقليمي، ليس حتى اليمني فقط. بالنسبة لموضوع المواضيع الأخرى، موضوع المعتقلين، طبعا اليوم تم مناقشة موضوع المعتقلين، لكن ليس هناك جديد، ليس هناك تفاعل من قبل الطرف الآخر، من قبل الميليشيا الإنقلابية التي تريد أن تقوم بعملية ابتزاز، يعني تريد لديها أسرى في المعارك، هؤلاء أسرى يتم إطلاق سراحهم، ليس هناك اعتراض على موضوع إطلاق سراحهم، ولكن يريدون ابتزاز، نفرج عن 5 تفرجوا عن 5، نفرج عن 10 تفرجوا عن 10، وكأنهم رهائن يقومون باعتقال المعتقل وبعد ذلك يفاوضون مفاوضة كما تم من قبل، يعني في كثير من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في المناطق الجنوبية، في عدن، في لاحج، في يافع، في كثير من المناطق كان هناك ابتزاز، اعطوا أسرانا نعطيكم أسراكم. لكن نحن نقول أنه يجب علينا التفريق بين الأسير الذي كان يحارب في المعركة وكان مقاتلا وبين من كان في منزله، المعتقل. نعم، من كان في منزله بين أهله وأولاده وزوجته وتم اعتقاله بدون أي جريمة، بدون أي شيء ارتكبه، إلا أنه له رأي مخالف للجماعات الإنقلابية أو لأنه ناشط في الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل فتم اعتقاله. الآن لدينا قضية خطيرة جدا، وهي أن لدينا مجموعة من الزملاء الصحفيين الذين نعرفهم ويعملون في مؤسسة صحفية لهم عام على الإخطاف وعلى التعذيب وعلى الإخفاء القسري، الآن لا أحد يعرف كيف أوضاعهم، 12 يوم مرت بدون وهم يعني لا يأكلون، وحتى الآن رأينا اليوم مشاهد كانت تبكي والله، اليوم شاهدنا نساء يبكين أمام القصر الجمهوري وأحرقنا جدائلهن وأحرقنا ستائرهن وأحرقنا حتى خصلات شعرهن، هذا لم يحدث في تاريخ اليمن، لم يحدث أن وصل مجموعة من اليمن إلى الحكم بهذه الطريقة الهمجية، وقاموا بما قامت به الميليشيا الإنقلابية من انتهاك، من قتل، من تعذيب، من إخفاء، من اختطافات، هذا لم يحدث. أنا طوال عمري لم أشاهد جرائم ترتكب كما يتم ارتكابه من قبل الميليشيا الإنقلابية. اليوم شاهدنا أم وهي تبكي وهي تصرخ وتقول لهم نحن إخوانكم، نحن نريد أبناءنا أن يخرجوا، نريد أبناءنا أن يخرجوا، نريد إخواننا أن يخرجوا. كانت حقيقة مشاهد صادمة، لا أعتقد أنها ستمر مرور الكرام، وهذه هي استنهاض للقبائل، استنهاض للشهامة للقبيلة التي فقدناها والتي فقدت من 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 قلوب الميليشيا الإنقلابية، لم تعد تحركهم أنين الثكالة ولم تعد تحركهم دمعات الأمهات والزوجات والأطفال. هناك طفل أتذكر مشهد كان يبكي، طفل يذهب إلى عسكري ويقول أنا أريد بابا، أريد بابا أن تخرجوا بابا، العسكري يقول له بابا ما هوش موجود، ما هو ليس معتقل هنا. بالتالي هذه جرائم تهز الإنسانية، هذه الجرائم. نعم، طيب يعني مثل هذه المواقف أستاذ مختار، هل تصل لولد الشيخ يعني عبر تقارير تقدمها الحكومة؟ هل يتابع مثل هذه الأحداث؟ إلى أي مدى وصل بالميليشيا الحال؟
بالنسبة لولد الشيخ أنا أعتقد أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة، يتابع الجانب الإعلامي، هناك مكتب إعلامي يتابع له ويتابع كل شيء. بالنسبة للحكومة، الحكومة تقدم تقارير عن ما يتم في تعز من اختراقات، من قصف، من تدمير في تعز، في شبوة، هناك تقارير يوميا يتم تقديمها من قبل الحكومة. أيضا الجانب الإعلامي أو مكتبه الإعلامي يتابع كل شيء، حتى أنه في كثير من الأحيان يتحدث باستياء من قبل الإعلام ومن قبل أشخاص، ويقدم شكاوى بعض الناشطين والإعلاميين لأنهم كما يقول أنهم يعني يساعدون في تأجيج الموضوع، ويقول أنهم مسعري حرب من هذا الكلام. لكن الشاهد أنه يتابع، وهناك الرصد، وهناك توثيق، وهناك تقارير يتم تقديمها من قبل الحكومة وكذلك من قبل مكتبه الإعلامي الذي يعني يرصد كل الجانبين. نتحدث أيضا أستاذ مختار عن الرسالة التي قدمتها الحكومة بشأن الصحفيين المضربين عن الطعام، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ مختار. كنا قبل الفاصل نتحدث عن يعني موقف ولد الشيخ والتقارير الذي تصل إليه من قبل الحكومة، وهناك رسالة أرسلت لولد الشيخ من الحكومة حول الصحفيين المضربين عن الطعام، وهم يعني كما يعلم الجميع معتقلي رأي، يعني ليسوا مشاركين في حرب وليسوا ولم يقوموا بأي أعمال خارج عن عملهم الطبيعي، فكيف تفاعل ولد الشيخ مع هذه الرسالة؟ نعم، أنا أتذكر موقف من المواقف مع ولد الشيخ، أنه عندما كان هناك مؤتمر صحفي ورفعنا لافتات تطالب بإطلاق سراح الزملاء الصحفيين، طبعا هو التفت إلينا، وطبعا كنا مجموعة كبيرة من الوفد الإعلامي المصاحب للوفد الحكومي هنا في الكويت، وتحدث وقال أنه بالفعل الصحفيين قضية مهمة ويجب أن نضغط من أجل إطلاق سراحهم، ووعد بأن يبحث هذا الموضوع ويناقشه ويقدم ما يستطيع من أجل إطلاق سراحهم. طبعا بالنسبة للجانب الحكومي، الجانب الحكومي تحدث، وأمس تم تحرير مذكرة وخطاب إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد بخصوص المعتقلين الصحفيين المضربين عن الطعام، وتم شرح تفاصيل ما حدث لهم وطريقة اعتقالهم واختطافهم، وتم نشر هذا الخطاب وهذه المذكرة. طبعا وصلت إلى ولد الشيخ، لا ندري ما هي الإجراءات التي تمت، لكن بالفعل قضية المضربين عن الطعام من زملائنا الإعلاميين والصحفيين لا بد أن يتم الاهتمام بها من قبل الإعلام. يجب على الناشطين في وسائل الإعلام الضغط على المنظمات الدولية لكي تكون هذه القضية قضية رأي عام، أن يتم اعتقال صحفي لا لجريمة ارتكبها إلا لأنه قام بتغريدة في تويتر أو نشر شيء في فيسبوك أو لأن له موقف مغاير، هذه جريمة لم ترتكب، واستمرار اعتقالهم بهذه الطريقة. ونحن رأينا وشاهدنا وسمعنا من أحد من تم الإفراج عنهم، كان معتقل في زنزانة قريبة لزنزانة الصحفيين، ذكر تفاصيل مرعبة، تفاصيل يقشعر لها البدن من شدة الضرب والتعذيب والانتهاكات التي ترتكب ضد الصحفيين. وأنا لا أدري ما هي الخطورة، ما هي الخطورة التي يمثلها هؤلاء الصحفيين ليظلوا أكثر من 12 شهر وهم تحت التعذيب وتحت الاختطاف وتحت الاعتقال والإخفاء القسري في الفترة الماضية؟ لا أدري ما هو، لماذا الخوف من الكلمة؟ لماذا الميليشيا الإنقلابية تخاف من الإعلام ويخافون من الصحفيين؟ في بعد الانقلاب مباشرة نتذكر جميعا أن أول عمل قامت به الميليشيا الإنقلابية الاستيلاء على القنوات الرسمية، وبعد ذلك انتقلوا إلى القنوات الدولية، الجزيرة والعربية والقنوات الأخرى، وقاموا بتكميم الأفواه، قاموا بحجب المواقع، قاموا باعتقال الصحفيين. هؤلاء أعداء الكلمة، هؤلاء يخافون من الكلمة، يريدون فقط أن تكون الرسالة الإعلامية محصورة على وسائل إعلامهم. ونحن نعرف ونسمع أن لديهم الآن أكثر من 18 إذاعة محلية داخل اليمن، لديهم القنوات، لديهم الرسائل الإعلامية، حجبوا المواقع، حجبوا، يعني لم يتبقى متنفس إلا الفيسبوك وتويتر. نعم، أعود إليك أستاذ مختار بعد أن نستضيف أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال المليكي المحلل السياسي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك معنا أستاذ جمال. يعني بعد هذه التحركات الدولية والإقليمية أيضا التي بدأت تتحدث عن إخراج صالح من المشهد السياسي، ما مدى واقعية مثل هذا الحديث أستاذ جمال؟ هو من الناحية الواقعية هذا تواترت الأنباء على حصول هذا على أكثر من شكل وبأكثر من طريقة. علي عبد الله صالح حسب حتى ما اطلعنا مؤخرا من مصادر مسؤولة ومقربة من سفراء دول كبرى كأمريكا وغيرها،
في آخر محاولة لعلي عبد الله صالح تم التواصل مع سفير أمريكا في اليمن وطلب منه بشكل مباشر أني أريد أن أخرج، وأنا شخصيا حاولت أن أتأكد من هذه المعلومة بأكثر من طرف، فيبدو أنها يعني أنها حصلت بهذه الطريقة. فعلي عبد الله صالح طرح بعض الشروط، وعندما بدأ بالتعامل معها بشكل جدي عاد علي عبد الله صالح وتحدث مع السفير الأمريكي أنه سيخرج في الوقت الذي يريد. فكان هناك استغراب من أن الرجل يتلاعب بما يقول وليس جادا بما يقول، وبالتالي هو فقط يريد أن يجس كيف يمكن أن يتعامل مع المجتمع الدولي وما مدى فرصة حصوله على أن يخرج وهو آمن خارج اليمن. هذا كل ما يدور حول خروج علي عبد الله صالح. الأهم من خروج علي عبد الله صالح، نحن منذ المبادرة الخليجية كنا نقول أن داخل المبادرة الخليجية كان هناك لغم الحصانة، صحت أصواتنا ونحن نقول كيف يمكن أن يعطى رجل حصانة دون أن يعزل سياسيا في تلك اللحظة قبل أن يحدث كل ما حدث، فما بالك وقد حدث الآن أن دمر اليمن. كان علي عبد الله صالح وأثبت هو ذلك، أثبت ما كنا نقول أنه كان طوال فترة الحصول على الحصانة بعد المبادرة الخليجية وهو يصنع فرص الانتقام، وقد صنع فرصة للانتقام كأبشع صورة يمكن أن تجري في التاريخ. هل نستطيع القول أستاذ جمال أن لقاء صالح بالسفير الروسي له علاقة بهذا الأمر، أنه يبحث عن إيجاد منفذ للخروج؟ علي عبد الله صالح يفاجئ الروس لأكثر من مرة يتفاجئ وهو على بوابة السفارة. ما يظهر في الإعلام، الشكل الذي يظهر في الإعلام هو الشكل الذي يريد أن يظهره علي عبد الله صالح أو أتباعه على سواء على الانترنت او على قنواته، لكن بشكل هزلي. حتى نقل لي من نقل له السفير الروسي نفسه، قال انا كنت اتفاجأ وعلي عبد الله صالح في بوابه السفاره دون اي موعد. وبالتالي الرجل هو يستميت من اجل ان يحاول ان يجد يعني خط للتواصل حتى يقول اني ما زلت متواصل مع المجتمع الدولي. هذا فقط ما يريد ان يقوله علي عبد الله صالح. نعم، هنالك من يقول استاذ جمال ان صالح وايضا زعماء الميليشيا ممن شملهم قرار العقوبات 22/16 القرار الاممي انهم سيكونون معرقلين لاي صيغه اتفاق قد تحدث. هل تتفق مع مثل هذا الطرح؟ هو حسب صيغه الاتفاق ليس على اطلاقه. يعني هم اذا استطاعوا ان يحصلوا على اتفاق يضمن لهم مكاسب صلبه فهم ربما سيوافقون عليها، لكن اذا كان هناك اتفاق يحقق او يفرض عليهم شروط تسليم السلاح وشروط الانسحاب من المدن واتفاق حقيقي لصالح الشعب اليمني، لا اعتقد انه سيكون من السهل موافقتهم عليه. هذه الجماعه هي من اثبتت لنا انها لا تفهم لغه السياسه، هؤلاء يفهمون لغه واحده، هؤلاء يفكرون بعقليه العصابه، ما لم يكسروا على الارض بطريقه تجعلهم ياتون الى طاوله التفاوض وهم مكسورين لن يفعلوا شيء ولن يوقعوا على شيء، لان هؤلاء من يفكر بعقليه العصابه ليس له هاجس انساني. هل تعلمي عندما يطرح على جماعه الحوثي على طاوله المفاوضات، عندما يطرح عليها انتم قتلتم وفعلتم، فيقولون بهذا التعبير، دعونا من فكره قتلنا فلان او اسرنا فلان، دعونا نهتم بما هو اهم. يعني هم ينظرون الى كل ما فعلوه والقتل انه ليس شيئا مهما. هكذا تفكر عقليه العصابه، ليس عندها اي حس او اي ضمير يجعلها ترعوي وتوافق على المفاوضات لكي تكتمل. هي ستوافق على المفاوضات في حاله واحده فقط، او على اي اتفاقيه في حاله واحده، اذا شعرت انها لا نجاه لها الا ان توافق على الجوار. حتى هذه اللحظه لم يتحقق هذا على الارض، وهذا ما يجب ان يفهمه التحالف. ما لم تكسر هذه الجماعه على الارض، وما يجب ان تفهمه الشرعيه كذلك، ما لم تكسر هذه الجماعة على الأرض لن يكون أي اتفاق لا لصالح الشرعية ولا لصالح دول الخليج. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المليكي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. عودة إليك أستاذ مختار. أستاذ مختار، يعني لو عدنا للحديث عن مطالب الحكومة أو الوفد الحكومة الذي كان اليوم في جلسة ولد الشيخ مع وفد الحكومة، يعني طالما أن وفد الحكومة تركزت مطالبه حول حل الميليشيا ونزع أسلحتها أيضا، باعتقادك كيف يمكن تحقيق ذلك وكيف يمكن أن تتحول ميليشيا إلى حزب سياسي يمكن التعامل معه؟ إذن لا بأس،
يعني قطع الاتصال مع الأستاذ مختار إلى أن يعود إلينا. كنا نتحدث في صدد جلسة وفد الحكومة اليوم مع ولد الشيخ، وكما تحدث الأستاذ مختار بأن يعني هناك نهج جديد لولد الشيخ في مسار المشاورات، أن يجلس مع كل فريق كلا على حدة ثم ينقل وجهات النظر بينهما البين. اليوم طرح وفد الحكومة موضوع مهم وهو مسألة حل الميليشيا ونزع أسلحتها، أيضا موضوع العقوبات السياسية التي لابد أن تفرض على صالح وعلى زعماء الميليشيا، وكذلك كان هناك حديث حول الجانب الأمني والعسكري، وأيضا حول لجنة المعتقلين والمخفيين. أيضا ينتقل يعني هناك مدى يومين، خلال يومين ربما سيجلس خلالهما ولد الشيخ مع وفد الميليشيا لينقل لهم وجهة النظر الحكومية وليرى ردة فعل الميليشيا التي ربما حتى الآن لم تستطع إلا أن توقف وتخذل هذه المشاورات، إلى أي مدى لا نعلم ذلك. تحدث معنا أيضا الأستاذ جمال المليكي حول أن هناك فعلا محاولات لصالح أنه يحاول أن ينفذ بجلده في بعض المواقف، ولكنه كما طرح لي السفير الأمريكي وقت ما يشاء يستطيع أن يخرج. كلما إذا عاد معنا الأستاذ مختار عبر الهاتف، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ مختار. أهلا وسهلا بكم أستاذ مختار. يعني كنا في صدد حديثنا أو عودة الحديث حول مطالب الحكومة، كنت سألتك حول هذه المطالب، تركزت حول حل الميليشيا ونزع أسلحتها أيضا، إلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك، وهل يمكن تحول فعلا الميليشيا إلى حزب سياسي يمكن التعامل معه؟ أولا علينا أن نعرف ونؤمن أن الميليشيا الإنقلابية الحوثية التي ظلت طوال 12 عاما وهي ميليشيا وعبارة عن عصابات مسلحة، لا تريد أن تتحول إلى حزب سياسي، لا يمكن لها أن تتحول إلى حزب سياسي في يوم من الأيام، هذا شيء. بالنسبة للحل في اليمن، لا يمكن أن يكون هناك حل في اليمن إلا بعد أن يتم حل هذه الميليشيات أو إبعادها بأي طريقة، سواء طريقة سياسية أو طريقة عسكرية. الميليشيات يجب أن تنزاح، يجب أن تعود الدولة، يجب أن يعود الجيش، يجب أن يتم بناء جيش ليكون هو الضامن الوحيد لأي عمليات قادمة أو لا قدر الله تدخل اليمن في إشكالية قادمة. بالنسبة لموضوع الميليشيات وحلها وموضوع النقاش التي تم مناقشته اليوم، بالفعل لا يمكن أن نتحدث عن حل في اليمن بعيدا عن حل الميليشيات، بعيدا عن عودة الدولة، بعيدا عن سحب سلاح الميليشيا الإنقلابية التي نهبته من أسلحة الدولة والتي ما تزال حتى هذه اللحظة تحتفظ بجزء كبير طيب منه ألا في جبال أستاذ مران وفي جبال صعدة. نعم، ألا ترى أستاذ مختار يعني أنه مجرد التعامل معها كحزب سياسي أيضا سيتيح لها فرصة كما أتيح لصالح من قبل بالحصانة وتضيع مطالب الشعب في مسألة العدالة الانتقالية، وربما يترك لهم مجال للانقلاب على كل هذه الاتفاقات؟ أولا يجب بالنسبة لموضوع الحوثيين نحن طبعا مشكلتنا معهم ليس كأفراد، هم في الأخير ما زالوا يمنيين ولهم حقوق كما أن لنا حقوق. مشكلتنا معهم فقط بأنهم حملوا السلاح وانقلبوا على الدولة ويريدون فرض أجندتهم وأفكارهم الإيرانية علينا بقوة السلاح. بالنسبة لموضوع أنهم إذا تحولوا إلى حزب سياسي، هذا أنا مستبعد لها تماما أنهم يتحولوا إلى حزب سياسي، ولكن في حال أنهم قبلوا أن يتحولوا إلى حزب سياسي فنحن نرحب بهم كحزب سياسي يمارس العمل السياسي بعيدا عن الأفكار الطائفية والمناطقية والعنصرية والسلالية، وأن يبعدوا من عقولهم فكرة الاصطفاء وفكرة الانتقاء وفكرة أنهم أحق بالحكم وفكرة البطنين والصدرين وغيرها من الأفكار الظلامية والكهنوتية التي ما تزال تعشعش داخل عقولهم وأفكارهم حتى هذه اللحظة. نعم، هل يعني تعتقد أن هذه التحركات الأخيرة هي استباقية لحلول سياسية قد تنتجها مشاورات الكويت، وتخشى الأطراف الدولية أيضا من عرقلتها من قبل قيادات حوثية ومؤتمرية أيضا من الداخل من بينها بالطبع صالح؟ بكل تأكيد أن سبب من أسباب فشل المشاورات سواء السابقة أو الجديدة هو أن من أرسلهم علي عبد الله صالح ومن أرسلهم عبد الملك الحوثي لا يمتلكون قرار أن يوقعوا على أي نقطة من النقاط. يعني تصوري أنه في كل نقطة من النقاط يقولوا خلاص نلتقي غدا إن شاء الله، بس بنكلم السيد، بنوصل للسيد، بنكلم الزعيم، بنتواصل مع الزعيم. بالتالي إبعاد علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي من الساحة السياسية هو الحل وهو المدخل الأول والأخير للحل
في اليمن، لأننا نعرف أن كل نقطة من النقاط التي يتم مناقشتها يتم إيصالها مباشرة إلى علي عبد الله صالح، ويتم إيصالها إلى إلى إلى, إلى عبد الملك الحوثي. حتى أختي آسيا، موضوع موضوع المعتقلين، يعني كان هناك تعنت كبير جدا، وبعد ذلك قالوا خلاص نضيف عضوين من عندنا وعضوين من عندكم، واتضح أنه من جاء من اليمن هو المسؤول ملف المعتقلين في مكتب عبد الملك الحوثي. يعني عبد الملك الحوثي لم يثق حتى بمن أرسلهم، لا بمهدي المشاط مدير مكتبه ولا بمحمد عبد السلام، ولم يثق بأحد، إنما أرسل المسؤول الأول والأخير عن ملف المختطفين والمعتقلين، أرسله من صعدة إلى الكويت من أجل أن ينضم إلى لجنة المعتقلين، وما أن وصل حتى تعكرت كل شيء وتم إدخال كثير من العراقيل في هذه اللجان، مع أن كان هناك تفاؤل. في الأخير اسمحي لي بس نقطة واحدة. أنا لا أدعو إلى التشاؤم، أنا من يسمعني كثير يتشائم، لكني أنا أتحدث بواقعية. لكن في الأول والأخير نحن نحلم بالأمن والاستقرار، ونريد الأمن والاستقرار، ونسعى إلى الأمن والاستقرار. أما من يسعى إلى القتل وإلى الدمار وإلى إرهاق اليمنيين هو الطرف الآخر، هو الذي جاء وهو يحمل معاناة أبناء شعبنا من الجرأة وغيرها من الشعارات الرنانة، وبعد ذلك هو الذي قتلنا بالجانب الاقتصادي، ويقتلنا بالجانب السياسي، ويقتلنا اليوم في الجانب الحقوقي. نعم. طيب أستاذ مختار، يعني في حال ما استمرت المشاورات في دورانها حول دائرة مفرغة بعيدا عن صلب القرار المتمثل بنزع الأسلحة واستعادة الدولة، ما الذي تنوي الحكومة عمله؟ أولا بالنسبة للمشاورات هناك إصرار من المجتمع الإقليمي ومن حتى من المجتمع الخليجي الذي نحن الذي هو شريك لنا وعون لنا وقريب لنا، هناك إصرار من قبلهم ومن قبل الحكومة الشرعية اليمنية أن يكون هناك حل هنا في الكويت، وأن لا يخرجوا من الكويت إلا بحل سياسي. السؤال، هل سيكون لدى الطرف الآخر يعني الشجاعة لأن يقوم بخطوات ويقدم تنازلات على أرض الواقع؟ هذا ما سيحلحل الإشكالية في هنا في المشاورات، وأعتقد أن هناك إصرار كبير من المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي على أن يتم حلحلة الأزمة والخروج بحل نهائي للأزمة في اليمن وللحرب في اليمن وإنهاء الحرب في اليمن. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي، الصحفي المرافق لوفد المشاورات الحكومية، كنت معنا من الكويت. الشكر لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.